أستاذ وجدي، بالتأكيد استمعت إلى ما قاله سيادة العميد، أنت كيف ترى هذه المعادلة التي يتحدث عنها؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم. لقد كان سيادة العميد خالد حمادي واضحا في مقاله، هناك مصادمة للحياة الدستورية، الحياة السياسية، الحياة الاقتصادية، هناك دول لا تتحكم بالدولة. كيف يرشح الثنائي الشيعي أو حركة أمل حزب الله مرشح لم يعلن ترشحه حتى الآن؟ حزب الله رشح النائب السابق سليمان فرنجي والأمر عينه لرئيس المجلس النيابي، وحتى الآن لم يعلن فرنجي ترشحه رسميا. هذه سابقة خطيرة. يقول حزب الله إما سليمان فرنجي رئيسا وإلا الفوضى أو التعطيل ولا رئيس. التاريخ يعيد نفسه، ذلك ما حصل قبيل وصول العماد ميشيل عون إلى سدة الرئاسة عندما تمسك بترشيحه حزب الله وفرضه فرضا، كما حصل عندما دخل السوفييت إلى أفغانستان ونصبوا آنذاك نجيب الله الأفغاني رئيسا على أفغانستان. الآن يحاول حزب الله كما نصب ميشيل عون أن ينصب سليمان فرنجي. هناك مرشح وفق الأطر الدستورية هو النائب ميشيل معوض، يعتبره حزب الله مرشح تحدي ومرشح استفزازي. وأيضا اليوم هناك مرشح اسمه سليمان فرنجي، طبيعي قد يعتبر مرشح استفزازي أو مرشح بالقوة لإيصاله بالقوة من خلال فائض القوة وسلاح حزب الله كما حصل في محطات مماثلة. لذلك ترشيح حزب الله ورئيس حركة أمل رئيس مجلس النيابة نبيه بري للنائب السابق سليمان فرنجي أعاد خلط الأوراق ودخلنا في نفق مظلم في ظل ظروف هي الأصعب في تاريخ لبنان، غير مسبوقة سياسيا أمنيا اقتصاديا اجتماعيا، وهذا يأتي بفعل ممارسات الدويلة على حساب الدستور والميثاق والأطر الديمقراطية. وللأسف سندخل في شهور طويل في حال الحل هو تسوية دولية إقليمية، وإلا لبنان الاستحقاق بأن تترك للعبة الديمقراطية أن تأخذ مجراها. وما قال سيادة العميد خالد حمادي، هناك مرشح اسمه ميشيل معوض فليتفضلوا ويرشحوا فرنجي ورشحوا وينتخبوا رئيسا للجمهورية. أما أن يسحب النائب ميشيل معوض ويبقى فرنجي فذلك هو محاولة فرض رئيس على اللبنانيين وعلى المجلس.